ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to Ya'alim Institute. This is teacher Nahid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaya, how are you, Anaya? This is your course plan, inshallah, for this month. Inshallah, Anaya, we will continue our memorization from Surah Al-Inshiqaq. And we will do revision from Surah Al-Buruj until Surah Al-Nas. Now I'm going to recite Surah Al-Inshiqaq. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون جزاكم الله خيرا عناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله